شو بدك تستغني عن شو؟ ما عادش في الا كله عم تستغني عن الكل. ما عادش فينا نجيب شيء. هذا الوضع البلد هيك صار، زير كيلو اللوز ب 500,000، شو بدك بعد؟ عندك الخبز، هذا يستغني عن الخبز، وعندك الزيت، يعني هول مواد اساسيه، السكر، الشاي، الخبز، هول مواد اساسيه، وبالذات الخبز يعني ما فينا نستغني عنه. دواء اهم شيء عندي الي ولولدي ولامي، اهم شيء بالدنيا. يعني الكهرباء، يعني هيدي ابسط امور الحياتيه بهالبلد هن حاربيننا اياها، والدليل ها تفضل برادات مطفيه، ما في شيء، بلد تعطيل، خلص يعني خنقونا على الاخر، شو بعد بدنا نحكي؟ خلصنا. كعك ما في نستغني عنه، لان شو ما صار بدنا نبيع كعك، لان انا عمري 14 سنه ببيع كعك. يعني عارضين كل شيء، كان السياره بدها بنزين وكل شيء، كل شيء صار ضروري. الشغل ضروري، الاكل ضروري، الكهرباء، يعني تطلع على تلاقي شغله انه مش عم يشتريها، لا صار كله معازر، يعني في كثير اشياء عم ننجبر، بس مش نحن اللي بنحب حدا نجبرنا، كنا اذا جابرينا حتى بحممونا على ساعه اللي بدنا لتجي الكهرباء، بدنا نغسل ثيابنا هم محددين لوقت، يعني صاروا متحكمين فينا. لا اهم شيء كمان الدواء، يعني هلا كل واحد بريد، بس الدواء يعني هلا بتبرم بتبرم لحتى بتلاقي دواء ما في. انا في دواء عم ببرم عليه ما عم لاقي. ما استغني عنه الشغل، ما فينا نستغني عن الشغل، هيدا اهم شيء، هيدا معيشتنا، الشغل هيدا اهم شيء، ونعيش هيك براحه ومبسوطين، بس هالبلد ما فيها راحه، ما فيها راحه ابدا.